السلام عليكم ورحمه الله اخواني مشاهدي ومتابعي قناه ويتس تكنو. اليوم راح يكون هو فيديو التغطيه الكامله لمؤتمر تي سي ار اللي انعقد قبل حوالي شهر اللي حيغطي كل اجهزتها ومنتجاتها راح تتوفر بالسوق العراقي. راح اترككم مع الفيديو وهذا راح يكون اول فيديو تغطيه مؤتمر كامل، وان شاء الله يكون هذا الشيء ثابت من ضمن فيديوهات القناه انه نحاول نغطي اكبر عدد من المؤتمرات لاطلاق المنتجات وغيرها لمختلف الشركات، وان شاء الله حتكون التغطيات القادمه افضل واحسن. نحاول نقسم لكم إياه بتسميات توضيحية حتى يكون سهل عليكم. خليكم معنا. من خلال تحقيق التميز في منتجاتنا وخدماتنا وبناء علاقات طويلة الأمد مع شركائنا على أساس الصدق والاحترام. لهذا نهتم بتفاصيل منتجاتنا ونهتم بشركائنا العالميين مثل TCL. وعندما نتحدث عن علاقتنا الوطيدة مع TCL في العراق نتحدث عن معجزة النمو التاريخي والصاروخي أيضا لTCL في العراق. كانت شركة ريدك رؤية ثاقبة في مستقبل TCL منذ أعوام عديدة، حيث سخرت كل جهودها ومواردها من مع الدعم المتواصل لشركة TCL اليوم منذ عام 2010. وهنا خط منتجات TCL في العراق. هذه السنة قررنا بالمباشرة بطرح أجهزة التلفاز للأعمال وسوف يتم توفرها بأنواعها المختلفة. نحتل حالياً المركز الثاني في الأسواق العراقية في الشاشات وعلى مدار 3 سنوات متتالية. وهنا إحدى الدراسات من شركة دراسات معتمدة تؤكد قوة TCL في الأسواق العراقية. ولاحظها باللون الرمادي أسفل الكل وتطورها على مدى السنين وعلى مدى الأشهر أيضا خلال عام 2023. نحن مستمرون بدعم حملاتنا التسويقية الواسعة في العراق. وتلاحظون دخلنا في جميع أنواع الحملات التسويقية وكانت على شكل واسع وكبير من خلال أنشطة متعددة. نشير بالذكر بأن الدعم لمؤسسة البيت العراقي والأستاذ هشام الذهبي لا يزال مستمرا، ونشكره من أعماق قلوبنا على هذه الرسالة الإنسانية. والآن أترككم مع زملائي لإكمال باقي الفقرات. شكرا جزيلا. السلام عليكم. اسمي فهد او جيسون، فانا مسرور بلقاء اصدقائي القديمين وكما اصدقائي الجديدين. فمرة اخرى اسمي فهد بالعربيه واسمي جيسون بالانجليزيه واسمي سوينجي بالصينية من حفلات المياه. شكرا لحضور هذا الحفل. أولا عندي بعض الأخبار الجيدة. كل أشخاص يعرف TCL مشهورة بشاشات تلفزيونات. فأولا نحن مركز واحد مركز أو نحن الأول في نظام جوجل تي في للشاشات، وكما نحن ثانيا في شاشات LCD للتلفزيونات عالميا، ونحن ثاني أكبر عالميا في تلفزيونات. وبجانب التلفزيونات نحن كما قوية جدا، فنحن ثالثة أكبر عالميا لمكيفات. وقد اشترينا شركة هوما التي أكبر للثلاجات. أيوه الثلاجات. نتطور نفسنا بشكل سريع في ثلاجات وغسالات. وكما نحن قوية جدا للهاتف، نحن رابعا أكبر
لشاشة للهاتف. وهذا كيف يعني نتطورنا في السنوات السابقة. فممكن أن تشوف قبل يعني في عام 2010 كنا 10 أكبر لشاشات، وبعد بس 12 سنوات قد يكون يعني في سنة 2022 نحن ثانية أكبر في العالم لشاشات. ونفس الشيء للمكيفات. وفي أخبار جديدة في سنة 2023 نحن كمان ثانية في شاشات وثالثا في مكيفات، ولكن الفرق بين TCL والمركز الأول يكون أقل، ونحن نثق بنفسنا عميقا سوف نكون المركز الأول لفترة غير طويلة. فنعرف لا يمكننا أن نأخذ هذه الأرقام بدون شركائنا شركة برودكت وشركائكم. فأريد أن أشكركم شكرا جزيلا، وأريد أن أقول لا يمكننا أن نفعل هذه الأشياء لأن أنتم تعرفوا الماركت العراقية. فنحن يعني شركة TCL وشركة رادك وكل الأشخاص اليوم نحن فريق واحد. وفي بعض الأشياء يعني قليل، فنريد قلت نريد أن نكون الأول في العالم. فلشاشات يعني عندنا خطوط استراتيجية. لشاشات سوف نركز في شاشات حجم كبير ويعني اسمه استيراد اسمه للخطوط الاستراتيجية هو 7, 8, 9 يعني 75, 85, 98. فسوف نقدم أكثر من المنتجات في هذه الحجم. والمكيفات يعني سوف نقدم الإنفرتر الجديدة التي يعطيكم الهواي النقي والجو النائف. فشكرا لكم، شكرا لحضور هذا الحفل، ويعني أشكركم شكرا جزيلا. شكرا.
نتحدث عن مواصفات الموديلات التي سيتم طرحها هذه السنة فئة نفرش إن التي تتمتع بتغيير الهواء بشكل كامل، حيث يتمتع هذا الجهاز بميزة إدخال هواء أنقى إلى المكان بالإضافة إلى مراحل إضافية لتنقية الهواء لهذه الفئة وهواء متجدد من الطبيعة، ويكون محرك سحب الهواء النقي من الخارج بمعدل 60 متر مكعب في الساعة، ويحتوي على فلاتر تنقية وتعقيم إضافية وعلى 4 مراحل. وطبعاً الجهاز يعمل بضغط نوع إنفرتر استوائي مع تحكم بالأمبير، وكذلك تحكم من خلال تطبيق TCR-HOME. الفئة الأخرى هي فئة بريزين بهواء ذكي وعناية ناعمة مع خاصية التبريد اللطيف، هي إحدى براءة اختراع سجلت لصالح الشركة، حيث تعمل هذه الخاصية على تشتيت الهواء لكي تعطيك إحساس ألطف بالهواء بمقارنة تدفق الهواء. تتمتع هذه الفئة بخاصية التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية UVC، وهذه الخاصية ثبتت مختبرياً بالتخلص من 93% من الجراثيم. وطبعاً هذه الفئة تأتي بضغط إنفرتر مع خاصية التحكم بالأمبير مع حفظ الذاكرة مع تحكم عن طريق تطبيق TCR-HOME. الفئة الأخرى الغنية عن التعريف KCI، وهي الفئة الأكثر شعبية بين موديلات الإنفرتر، أيضاً تتمتع بخاصية التحكم بالأمبير مع حفظ الذاكرة مع تطبيق TCR-HOME. الفئة الثانية Extreme Project، وهي إحدى أشهر الفئات عالمياً، حيث حققت TCR مبيعات عالمية من هذا الموديل أكثر من 5 ملايين وحدة تبريد في السنة الماضية، وتكون بحجم ضخم للجهاز أي تبادل حراري أكبر، مما يؤدي إلى كفاءة أعلى في التبريد وقدرة حقيقية للضغط مع تحكم عن طريق تطبيق TCR-HOME. الكنتوري الإنفرتر مع خاصية التحكم بالأمبير وحفظ الذاكرة، ويتوفر بسعات مختلفة من 2.5 طن إلى 3.5 طن مع تحكم عن طريق تطبيق TCR-HOME. الكنتوري الروتري متوفر بسعة 2.5 طن و 3 طن مع تحكم عن طريق تطبيق TCR-HOME. الفريز العلوي والفريز الصندوقي أو بابين، المجمدات من المتوقع أن تتوفر في النصف الثاني من السنة. وعندما نتحدث عن أهم المميزات الرئيسية للثلاجات والتقنيات الحديثة المطورة، يجب أن نعلن أننا باستمرار نقوم بتطوير ثلاجاتنا لتقديم قيمة أكبر لعملائنا وحياة ملائمة بتصميم عصري وأنيق من الخارج ومن الداخل لحفظ الأطعمة بشكل أفضل. تتميز ثلاجات TCR بتقنية AAT التي تطلق بشكل دائم عدد كبير من الأيونات لتشكيل بيئة طبيعية مضادة للبكتيريا، وهي مجزأة بتدفق الهواء لضمان تبريد متجانس خالي من الصقيع. الإنفرتر الثنائي والمروحة الموفرة للطاقة بطريقة مميزة، وتتمثل فائدة ذلك في زيادة معدل التجميد وانخفاض درجة الحرارة بسرعة والحفاظ على الطعام طازجا لفترة أطول. والآن الغسالات، خط المنتجات يتكون من الغسالات التعبية الأمامية والتعبية العلوية. متوفر الغسالات التعبية الأمامية بسعات من 6 كيلو إلى 10 كيلو، وهناك موديلات مختلفة منها ذات خاصية التجميد 100%. أما العلوية تتوفر بسعات مختلفة أيضا بسعة من 8 كيلو إلى 20 كيلو. بعض الموديلات التعبية الأمامية تأتي بمحرك الدفع المباشر الدايركت درايف، وأخرى تأتي بمحرك الإنفرتر أقل ضجيج وعمر افتراضي أطول وموفرة للطاقة. وهذا البرنامج يأتي ببرنامج غسيل بالبخار الذي يزيل البكتيريا ومسببات الحساسية وتضيف نظارة ورائحة منعشة للملابس. The courage to dream.
to pursue excellence. TCL shares this passion for expanding boundaries and inspiring the next generation. Together, we can inspire workers, just as Arsenal have inspired this generation's players into the future. Today's players stand on the shoulders of those before them. And together with TCL, this greatness shall continue. TCL and Arsenal Football Club. Inspire greatness. Assalamu alaikum. Sadr Hidwar. Sa'adu al-Masam. هسا راح نحكي على احدث الاصدارات بالشاشات لعام 2024. خط الانتاج مثل ما تشوفون راح يستمر الموديل C745 لسنه 2024، والموديلات الحديثه راح تتوفر في الشهر الخامس. راح نبدي بالموديل اللي X955، هي الموديل الفلاكشيب، راح تتوفر باحجام 85 98 و115 بوصه. وبالنسبه للC855 هو الموديل الاحدث والافضل من C935. وبالنسبه للC755 هو الموديل اللي مطلوب بالاسواق العراقيه. بالنسبه للC655 والC655 برو، الكيوليد التقليدي مع تحديث المواصفات. وبالنسبه للB755 طبعا UHD تقليدي مع تحديث قوي عن الموديل السابق. وبالنسبه للV6B راح يكون بديل موديل البي635. وراح نلاحظ هذا الجدول افضل الشاشات في احجام كبيره. الجدول يوضح الحاجة المنزلية للأحجام الكبيرة ولمتعة المشاهدة وكذلك الاستخدامات الأخرى كالألعاب وباقي الاحتياجات الأخرى. QD Minilid. تقنية QD Minilid من TCL تجمع مزايا تقنيات QLED والOLED، مما يحول الإضاءة التقليدية إلى إضاءة دقيقة تقترب من مستوى البكسل، كما تستخدم تقنية الكيوليد الرائدة العالمية، مما توفر نطاق ألوان عالي وتباين يتنافس مع الأولد، وأكيد ذروة سطوع أعلى وعمر أطول، وأكيد هي التكنولوجيا المستقبلية للشاشات العرض الأحجام الكبيرة. مقارنة بين الكيودي مينيلد والأولد، مثل ما تشوفون تقنية الQD Minilid تتفوق على الأولد بنقاط هواية. QLED Pro. TCL تستخدم Quantum Dot Pro كمومية رباعية جديدة للتأكد من بلورة النقطة الكمومية تبعث الضوء ولمدة فعالة أكثر من 100,000 ساعة. وفي الوقت نفسه يستخدم تقنية التغليف الفائقة الدقة البلورية المواد النقطية الكمومية النووية والمواد العضوية في طبقات متعددة، مما يؤدي إلى خصائص بصرية فائقة ويقدم لك ألوان نقية. هذا الجدول يوضح جودة الصوت.
والآن راح نذكر أكثر تفاصيل بالنسبة للمديرات اللي ذكرناها. بالنسبة للمدير X955 راح يتوفر بأحجام 85 و98 و115 بوصة. ومن أهم المميزات راح يكون 4K QD Minidit 20,000 زون 5,000 نتس وبيك. وراح يتكون الصوت من 6.2.2 شانل 120 واط. وأكيد دولبي أتموس DTS Virtual X DTS X أونكيو. وراح تتوفر الهرتزية 240 هرتز DLG 144 هرتز VVR 120 هرتز ميمك FreeSync Premium Pro. بالنسبة لموديل C855 راح يتوفر بأحجام من 65 إلى 98 بوصة وبمميزات 1344 زون ميمك لل 65 وأكثر من 2000 زون للأحجام الأخرى ونظام صوت 2.1.2 Dolby Atmos DTS Onikyo وأكيد 240 هرتز DLG 144 هرتز VVR 120 هرتز ميمك FreeSync Premium Pro. راح نحكي على الموديل C755 هو غني عن التعريف كونه متوفر بالأسواق. بالنسبة للC655 Pro راح يتوفر بأحجام من 55 إلى 85 وأهم نقاط الاختلاف عن الفئات السابقة هي أكثر من 100 زون وإضاءة وترتيب. وبالنسبة للموديل C655 هي فئة الكيوليد الاقتصادية راح يتوفر من 43 إلى 98 بوصة. بالنسبة للP755 فئة اليو اتش دي التقليدية تم تحديث كافة المواصفات لهذا الموديل ويتوفر بأحجام من 43 بوصة إلى 75 بوصة وتم إضافة خاصية الوايت كلر جاند لهذه الفئة. كما أود أن أشير أن هذا الموديل تم تحديث الكفر الخلفي إلى قطعة واحدة لكي يظهر بمنظر أنيق. بالنسبة للموديل V6B هي الفئة الاقتصادية لليو اتش دي الجديدة كلياً وراح تتوفر بأحجام من 43 إلى 75 بوصة. أما بالنسبة للأس 5400 فهذه الفئة العادية غنية عن التعريف كونها متوفرة بالأسواق. أما بخصوص جودة الصوت نحن نستخدم أفضل تقنية في جودة الصوت ومنها نظام الصوت Onikyo والدولبي أتموس وتقنية DTS. الآن نشرح لكم بعض أنظمة الساوند بار. تقنية الـ 3D ساوند المعززة بتقنية DTS دولبي أتموس، تقنية الرابط الذكي، أكيد AirPlay، جوجل كرومكاست. فئة الفلاجشيب Q85H المعززة بتقنية الرايدنس مع 7.1.4 شانل بتقنية الدولبي أتموس DTS مع ربط بدون أسلاك لمضخم الصوت والسماعات الأخرى وطبعا كافة المميزات الذكية متوفرة. بالنسبة لQ75H المعزز بتقنية الرايدنس راح يكون 5.1.2 شانل وبتقنية الدولبي أتموس DTS مع رابط أسلاك لمضخم الصوت وطبعا كافة المميزات الذكية متوفرة. فئة الأسفار S55H مع 2.1 شانل بتقنية الدولبي أتموس مع رابط بدون أسلاك لمضخم الصوت. وبالنسبة للS45H راح يكون 2 شانل بتقنية الدولبي أتموس. الآن نود أن نتحدث عن المنتج الجديد الذي سوف يطرح بالأسواق العراقية وهي الجيمينج مونيتور بتقنية الـ QD Minilit. ومن أهم المميزات
رح يكون 1600 نتس الترا هاي بيك برايتنس، واكيد 97% دي سي اي بي 3 الترا هاي كلر باوند، واكيد 100,000 ساعة دون تغيير اللون. وهناك 5 انواع من تاثيرات الاضاءة المحيطية: مكبرات الصوت الثنائي، واكيد رح يتوفر بقياس 27 بوصة و 34 بوصة. الان الشاشات التجارية الاعلانية يمكن استخدامها بالعرض والطول، وتاتي بعد احجام مختلفة من حجم 32 الى حجم 85 بوصة، ومتكونة من عدة قطع يمكن تركيبها مع بعض للحصول على أحجام أكبر، متكونة من 9 قطع وحسب الحاجة. وأكيد هي خاصة للمطاعم والأسواق والمحلات والمطارات والمستشفيات إلى آخره، وبعدة موديلات وأحجام. ويوجد أيضا شاشات تفاعلية لمس باليد لأغراض الاجتماعات التعليمية والمدارس. ضروري الآن أعرفكم على أحدث ثورة تكنولوجية من منتجات تي سي ال لسنة 2024، وهي نظارة الواقع الافتراضي، والتي ستكون بحجم شاشة من خلال النظارة 215 بوصة و120 هرتز وسماعات خصوصية، وأكيد سهلة الاستخدام وراح تتوفر بموديلات أبوها. وهنا سوف ننهي استعراض منتجات تي سي ال لسنة 2024 مع كثير الشكر والتقدير. السلام عليكم.